بالنسبة لخط الدفاع ففي اللعيبة بقى البريميوم اللي هو أرنولد، روبرتسون، جيمس، تشيلويل، كانسيلو، دول أكبر خمس مدافعين بتبص لهم في البداية. طيب أرنولد ولا روبرتسون؟ أنا ما زلت عند رأيي تماما كالعادة إن أرنولد هو أهم مدافع في الفانتسي، وبالنسبة لي هو لاعب وسط مش لاعب مدافع خالص. أرنولد 7.5 مليون كان متوقع أصلا إن هو يتسعر بأعلى من كده، ولكن في النهاية اللعبة نزلته 7.5 مليون عشان يعني الدنيا تمشي بالنسبة لنا بشكل أفضل. فأرنولد بالنسبة لي الخيار الأول على روبرتسون بوضوح في ليفربول. الخيار الثاني كانسيلو، وكانسيلو مش محتاج نتكلم عن زياداته الهجومية والدور اللي هو بيقدمه سواء في الناحية الشمال أو في الناحية اليمين، الأسيستات وأوقات كمان التسجيل، فدول أهم اثنين مدافعين أصلا في اللعبة. جيمس وتشيلويل كلنا عارفين زياداتهم الهجومية واللي بيقدموه، ولكن مستوى تشيلسي الدفاعي في الفترة الأخيرة وكمان ماتشاته اللي هيبدأ بها الموسم ممكن تخلي الموضوع مش مشجع قوي. فبالنسبة لي أنا هروح مع أرنولد وكانسيلو في المقام الأول، وحسب ما أظبط باقي الفرقة أبدأ أشوف انا هعمل ايه في المدافع الثالث او الرابع بتاعي. انا شخصيا السنه دي شايف ان 4 مدافعين اوبشن ممكن يكون كويس جدا ويغنيك عن لعيبه كتير، لان دايما اللاعب او لاعب المدافع اللي هو ب 6 مليون او ب 7 مليون يقدر يديك نقط افضل من اللاعب الوسط او حتى المهاجم اللي في نفس السعر ده. فبالنسبه لي الموسم ده غالبا هدخل الموسم ب 4 مدافعين، لسه ما استقرتش عليهم، ولكن في اوبشنز كتيره وفي خيارات كتيره سواء خيارات بريميوم او حتى خيارات ارخص شويه من فرق كبيره تبدأ تخليك تعتمد على الاستراتيجية دي. طب يا ضياء، ما انا ممكن اسيب الكلام ده وانزل اجيب حد زي فان دايك، زي روبن دياز، زي كوليبالي في تشيلسي مثلا اسعارهم اقل. هقول لك ممكن جدا، ولكن قلة سعر الحراس في الفرقة دي السنة دي تخلي الموضوع بعيد. يعني انا لو هدفع 6.5 مليون في فان دايك، ما انا اما اطلع 7 اجيب روبرتسون او 7.5 واجيب ارنولد، او انزل 5.5 واوفر واجيب اليسون وفرق النقط ما بينهم مش كبير. نفس الكلام دياز اللي ب6، يا اما اطلع لكانسيلو، يا اما انزل لإيدرسون او حتى انزل لوكر وهنتكلم عنه دلوقتي. كوليبالي 5.5، يا 5 واجيب مندي، يا 6 واجيب جيمس او تشيلويل. فبالتالي المدافعين قلوب الدفاع السنه دي الا لو انت مضطر وخلاص فلوسك بايظه قوي مش هيبقى ليهم اهميه كبيره زي السنين اللي فاتت لما كان الفرق ما بينهم وبين الحراس قليل والفرق ما بينهم وبين الباكات اعلى بشويه. طيب لو رحنا لفئه ال 5.5 مليون، ودي فئه الحقيقه عليها كلام كتير قوي. اولا كوليبالي طبعا احنا اتكلمنا عنه ان هو اصلا دفاع تشيلسي مش امان حتى الان، فمش مفضل قوي ان انت تروح. طيب بريسيتش خلينا نتكلم بقى عن خط دفاع توتنهام كله عموما، ايه اللي المفروض يحصل فيه توتنهام؟ لو بصيت عليها على اليمين هتلاقي موجود فيها دوهرتي، هتلاقي موجود اميرسون رويال، هتلاقي كمان جه ديجيدي سبينس من ميدلسبرا، وعنده لوكاس مورا جربه في الوديات في المكان ده. طب احنا هنعمل ايه في الناس دي كلها؟ اولا اميرسون رويال غالبا خارج من الفريق، ماشي مستني عرض يعني. لوكاس مورا بيتجرب لعمق السكواد، دوهرتي في كلام ان هو هيمشي، ولكن لا اتوقع ان هو هيمشي عشان قصه الهوم جرون، والكلام ما بين دوهرتي وما بين ديجيدي سبينس اللي كنت اتكلم ان هو واحد من صفقات الاداره، فالموضوع مبهم في الناحيه اليمين، انت مش قادر تحسم حاجه، ولكن اتصور ان بعد 4-5 جولات ماكسيمم هيكون الموضوع ده اتحسن. في الناحيه الشمال الامور لا تقل حيره الصراحه، عندك ايفان بريسيتش الوافد الجديد واللاعب اللي الناس كلها مستنياه، عندك رايان سيسينيون كمان موجود، ودوهيرتي يقدر يلعب برده ناحيه الشمال. بريسيتش كان مصاب اصلا مع انتر ميلان ولعب الماتش الودي الاخير لمده نص ساعه وظهر بشكل مقبول لسه يعني، ولكن بريزيتش مع كبر سنه ومع المركز اللي هو بيلعب فيه ومع انه اصلا كان بيبدل مع كونتي فوات انتر كتير، فعليه شكوك كبيره. هل يبدا ولا لا؟ انا اتصور ان هو هيبدا بشكل اساسي مع توتنهام، على الاقل ممكن ما بعد جولتين بكتير يكون مسك مكانه اساسي، ولكن عشان تبقى عارف وارد جدا انه يخرج بدري، موجود كمان الخمس تبديلات في المباراه اللي هيحسمها توتنهام بدري، متوقع تلاقي بريزيتش بيخرج بدري قبل الدقيقه 60 او لا، دي انت وحظك بصراحه، وعشان كده ده اللي يخلي الموضوع ان انت قلقان شويتين من انت تجيب بريزيتش. ولكن بريزيتش اتصور ان هو بعد ماتشين هياخد مكانه اساسي عادي، وهيبقى انت وحظك في موضوع الخروج، بيخرج بعد الدقيقه 60، يخرج قبلها لو انت مش محظوظ، دي كل واحد فينا وحظه. فئة ال 5 مليون اول حاجه انت بصيت لها لقيت كايل ووكر ب 5 مليون، عينك لمعت على الموضوع ده وجريت تجيبه. الحقيقه الموضوع ده هيكون مفيد جدا لو كوكوريا من برايتون ما راحش مانشستر سيتي، لو راح مانشستر سيتي هيبقى كل الموضوع اتضرب في بعضه، كوكوريا هيبقى يلعب على الشمال، ووكر بيلعب على اليمين طبعا منافسه كانسيلو، فكانسيلو اللي هيلعب، كانسيلو يقدر يلعب اوقات على الشمال يبدل كوكوريا فيروح ووكر على اليمين، فهيبقى الموضوع مربك جدا بالنسبه لنا. ولكن لو صفقه كوكوريا ما تمتش الى مانشستر سيتي فهيبقى كانسيلو ووكر واحد يمين واحد شمال، وساعتها هيبقى ووكر ب 5 مليون خيار ممتاز جدا من مانشستر سيتي، هينافسوا على الناحيه الشمال طبعا لانه لو هو يلعب يمين فكانسيلو شمال، فالمنافسه في الحته دي هو نسان اكي ومش متوقع قوي ان هو يلعب كتير عموما خلال الموسم. فالصفقه دي او يعني تعاقدنا احنا كلاعيبه فانتزي مع ووكر متوقف على صفقه كوكوريا.
في نفس الفئه هتلاقي عندك تريبيه من نيوكاسل ماتشاته كويسه مقبوله في البدايه وهو كمان بيزيد هجومين كويس ومن ساعه ما رجع بيقدم مستويات كويسه قبل الاصابه يقدر يديك اسيست يقدر يديك جون من ضربه حره او حاجه فهو اوبشن كويس جدا بالنسبه لنا. عندنا ماتي كاش من استون فيلا ماتشاتهم برده مقبوله في الاول وهو نهى الموسم بشكل كويس من الناحيه الهجوميه. جيرارد لسه بيجرب عشان يوصل للطريقه الامثل في خط هجومه وبالتالي هتفرق طبعا مع انطلاقات الباكين. عندنا كمان الوافد الجديد لارسنال زينشينكو اللي هو اكيد مش رايح من دكه السيتي عشان يقعد في دكه ارسنال فمتوقع انه يكون اساسي. سعره برده 5 مليون هيلعب باك شمال مكان تيرني ولا نلاقي لاعب وسط على الشمال ودي هتكون واحده من سرقات الموسم. لاعب بخمسة مليون مدافع في فرقه كبيره زي ارسنال وبيلعب ثالث في نص الملعب هيبقى مثلا توماس بارتي وقدامه اوديجارد على اليمين وزينشينكو على الشمال زي ما هو بيلعب اصلا مع منتخب اوكرانيا فساعتها هيكون زينشينكو مفيد جدا لينا في الفانتسي. روحنا لفئه الاربعه ونص هتلاقي برده فيها عدد محترم جدا من المدافعين. البدايه بلعيبه ليفرهامبتون جوني وايت نوري اثنين الباكين ب 4.5 مليون ماتشات ليفرهامبتون كويسه في الاول. لو انت بتفكر في حد ب 4.5 في رايي ان دول اثنين من اهم اللعيبه اللي انت لازم تبص لها. يجي بعدهم على طول لو انت مش قادر تجيب زينشينكو فبالتالي تقدر تروح لحد زي صليبه اللي قدم فتره اعداد مميزه جدا جدا مع ارسنال او بن وايت اللي متوقع يبدا على الباك اليمين مع اصابه تومياسو. ما بعد كده في دييجو دالو من مانشستر يونايتد وانا عارف ان انت اول جسم مانشستر في الدفاع بتبدا تقلق شويه ولكن مع خطه تنهاج فدالو واحد من افضل اللعيبه لمانشستر في الفترة التحضيرية لحد دلوقتي ومتوقع ان هو يكون عنده شوية زيادات هجومية محترمة ففي سعر 4.5 مليون كمان مغري ان انت تجيبه. ممكن كلين شيتس ما تكونش كتيرة في الاول ماتشات مانشستر كويسة فممكن تلحق تخطف منه حاجة سواء على الناحية الهجومية او لو ربنا كرمك وخرج بكلين شيت. عندنا في ليستر سيتي الثنائي كاستاني وجيمس جاستن الاثنين سعرهم 4.5 مليون. ليستر حتى الان موقفه مبهم في الموسم لسه ما قدرش يشتري ولا لعيب في انتظار البيع عشان يقدر يجيب حاجات تانية. ماتشاته في الاول برضو مش افضل حاجه فلو هتسالني بالنسبه لي هي لعيبه تحت النظر لحد ما نشوف ليستر هيقدم ايه. عندنا برضو كمان الثلاثي في برايتون دانك وفيلتمان وطارق لامبدي الثلاثه برضو تحت النظر نشوف برايتون هيبدا الموسم عامل ازاي. في لعيبه برضو لو انت مش قادر تجيب الغالي بتاع فرقهم تقدر تروح له. يعني مثلا لو انت مش قادر تجيب حد زي تريبي تقدر تروح لسيف بوتمان من نيوكاسل سعره ب 4.5. لو انت مش قادر تجيب ماتي كاش في استون فيلا تقدر تروح لمينجز سعره برضو 4.5. فئه ال 4 مليون اللي هي الناس كلها بتدور عليها عشان تكمل تشكيلتها دي عندنا اربع اسماء. اثنين اوريدي موجودين عندنا جاهزين وهم نيك ويليامز اللي راح من ليفربول نوتنغهام فورست وينج باك ناحيه اليمين ومتوقع انه يكون اساسي. والثاني هو باترسون في ايفرتون باك يمين برده ما بعد تقدم سن كل ما متوقع انه يكون اساسي السنه دي وهو فعلا اساسي في فتره التحضير ومن المنتظر انه يكون اساسي مع ايفرتون. عندنا اثنين تانيين ولكن دول مرتبطين بانهم ينتقلوا لانديه ثانيه. الاول هو جو رودون من توتنهام اللي منتظر انه يحاول يخرج من توتنهام بعد تعاقدهم مع الانجليه عشان يلعب اساسي في اي فرقه في البريمير ليج قبل كاس العالم. والتاني هو ناثانيل فيليبس اللي كان اوريدي مع بورنموث السنه اللي فاتت رجع ليفربول معار وفي كلام ان هو ممكن يرجع تاني ولكن لسه الصفقه ما اتحسمتش.